كما ماتت ليا بنتي حتى هو يموت، ماشي يتشد في الحبس شويه يعطيو العفو. انا ما كنطلبش بغيش العفو، انا بغيت يعطيو الاعدام. كما ماتت نبيله يموت هو، ياخذ الجزاء ديالو بالموت. ان علاش كما ماتت هي غتموت وحده اخرى؟ بزاف ديال البنيات خايفين، الجيران خايفين، كلشي ولا يتسد على وليداتو. هادشي ما نكر، هادشي راه ماشي مزيان، هادشي راه حرام. الله ما يبغيش هادشي، ما خاصوش ياخذ العفو. راه كيقول لك ما نمشي تنقتلها، ها هو دار قتلها السيد ومشى. دابا انا كنطالب حب الحق، حب الحق ديال بنتي. هاد السيد بغيتو الاعدام، بغيت هاد السيد يتعدم وتجي الخبر ديالو معدوم. لما جات قدام هنا صاحب السيف ضرب راسها بالكوكور، خرجها مع عند الجيران. ليه الجيران خافوا يدوين؟ الجيران قال لك هي دوينه، هو راه تشد في الحبس، باقا مو باقا خوه، يقدروا ينتقموا منا. عندنا بناتنا ها هي خرجها من عندها، شعرها كله دم، هما الناس كلشي شاهدين عليه، والناس الناس خايفين ما بغاش يدويو. بنادم قلنا نشهدوا معانا ما بغاوش يدويو. دوات على المراه ودوات بنت الجيران، وقال لك ديما كيسمعوا الصداع، ديما كيسمعوا كيضربها. بنت خالتي عيطوا لنا قالوا لنا ماتت، قتلها واحد القتل اللي يعني ما حتى واحد ما يتصوروا. علاش يعني عجب بها؟ كاين شي واحد كيحيد السنان، كاين شي واحد كيدبح. حنا ولينا غادين وخايفين على وليداتنا، ولينا غادين وكنخافوا. علاش هادشي؟ حنا مسلمين ما خصهاش يكون، ما خصهاش يوقع. هو كيما كيقتل حتى هو خصو يموت، حتى هو خصو يتعدم، حتى هو كل ما بنادم كيقتل حتى هو بلاصته هي، حتى هو خصو يكون ميت. علاش؟ حيت ما يكونش هادشي ما يوقعش في المغرب. وعيش سيدنا، وعيش سيدنا. بغي يموت كينا ماتت بنتي، حتى هو كان يموت. بنتي باقا دريه صغيره، تضربت عليها حاجه البطاطا، تضربت عليها البصله، وبنتي قاعده كتغوت وكتغوت الجيران، وما كاينش اللي تيقول مالك. بنيتي صغيرة وما كانش اللي غادي يشهد ولا غيكون عليا ولا الاول، راه ما كان تيخافوا على ولادهم. يفعل ليا والدري هرب جابتها عند اللي هنا للدار. هو الليل كامل من عشت ستة ديال الصباح هو كيشيع عليها بالحجرة بالكيسان، ما عنطلقهاش سير بحات ما عنطلقهاش، ولات هربت عاوتاني مشات عند امها. فعلا ها هو دارها، وها هو مشى عند دارها عامرة، حيت هاد السيد مقرر في راسو باغي ينتقم. ها هو انت هادشي اللي فيه، دي شي راس ديال شي واحد غنجيبو ليكم. صور السيف، صور السيف، هاد التصويره راكم صور السيف قد هكا، وكيقول لها هاد السيف هو اللي نقطع به راس بنتك وغنجيبو لك، ولا ما بعدتيش من طريقك تجيب راسك تجي عنقتلك، وعا ما نخليك لا تخدمي لا تردمي.